الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. سلسلة الحب الإنجذاب. هل تتجاذب الأضداد؟ على نقيض المفهوم الشائع فإن الأضداد لا تتجاذب إلا نادراً. الإنجذاب يرتبط بسلوك الشخص الآخر ومعتقداته وقيمه، وبذلك التشابه يؤدي إلى الإنجذاب وليس العكس. العوامل الفعالة في الإنجذاب هي القرب، التشابه، الجاذبية، الجاذبية الجسدية، والشعور بانجذاب الطرف الآخر. القرب: إن التعرض المتكرر لأي شخص لديه شخصية مشابهة لشخصيتنا ولديه الاستعداد لمقابلة عواطفنا قد يولد مشاعر الإعجاب تجاهه، حيث وجد علماء الاجتماع أن أغلب الأشخاص يتزوجون أفراداً يسكنون في نفس أحيائهم أو لديهم نفس الاهتمامات ويزورون نفس الأماكن، مما يزيد فرص الاحتكاك والتواصل. وفي الواقع إن التعرض المستمر لشخص أو لشيء معين لفترة طويلة له تأثير قوي علينا، حيث أن التآلف والاعتياد يولد شعوراً بالإعجاب يتناسب طرداً مع نسبة التعرض. ونجد مثالاً واضحاً لهذه الفكرة في عام 1889 عند اكتمال بناء برج إيفل، حيث أن غرابته كانت مدعاة لسخرية الجميع، أما الآن فهو الرمز المحبوب لباريس. بالإضافة إلى ذلك، إن التعرض عادة ما يكون له تأثير أكبر عندما يستهدف اللاوعي. العواطف والقدرة على التفكير لها مراكز مختلفة في الدماغ، مما يعني أن عواطفنا لا تنتج عن تفكير وتخطيط مسبق. عند وجود آفة في المنطقة المسؤولة عن العواطف أميجدالا في دماغ، قد نجد الردود العاطفية معطلة بينما القدرة على التفكير تعمل بشكل جيد. وعلى النقيض، عند وجود آفة في المنطقة المسؤولة عن الذاكرة هيبوكامبوس، نجد القدرة على التفكير معطلة بينما الردود العاطفية سليمة. هذه الآليات ساعدت أجدادنا في تصنيف الأشخاص والأشياء إلى صنفين: مألوف وآمن، غير مألوف وربما خطر. الجانب السلبي لهذه الظاهرة أننا نرى كل ما هو غير مألوف ومختلف على أنه خطر يهددنا، مما يفسر التمييز العنصري التلقائي الذي نجده في المجتمعات لكل ما هو مختلف. هذا التمييز لا يكون عادة مبنياً على معتقدات خاطئة وتصنيف منطقي، ولكن على حدث وشعور داخلي نقوم بتبريره ببناء معتقدات عنصرية تجاه غيرنا. عندما لا يكون لدى المجتمع فكرة واضحة عن مرشح رئاسي أو منتج معين، فالتكرار وحده قد يزيد الأصوات والمبيعات. الجاذبية الجسدية: إن اعتقادنا بأن المظهر الخارجي أمر ثانوي وغير مهم ما هو إلا محاولة لإنكار المؤثرات التي تؤثر علينا، حيث أن البحوث التي تصف هذا التأثير وتوثقه تكاد لا تحصى. من ناحية أخرى، فإن النساء بنسبة أكبر من الرجال يفضلون شريكا دافئا وحنونا على شريك آخر جذاب وبارد. المظهر الخارجي يؤثر في نتائج التصويت أيضا. في دراسة لألكسندر تودورفو في عام 2005، قامت بعرض صورتين لمرشحين في 95 منافسة على مجلس الشيوخ منذ عام 2000. واعتماداً على المظهر الخارجي فقط، قامت مجموعة من طلاب جامعة برينستون بتوقع 72% من نتائج هذه الانتخابات بتفضيلهم للمرشحين ذوي المظهر الأكثر كفاءة على المرشحين ذوي المظهر الطفولي. ما هو جميل؟ إذن هو جيد. نتوقع دائماً أن الأشخاص ذوي المظهر الجميل سعداء وناجحين دائماً بحياتهم، ولكنهم ليسوا صادقين أو مكترثين بمشاعر من حولهم. ولكن هل هذا التوقع صحيح دائماً؟ الأفراد ذوي المظهر الجميل يكونون عادة منطلقين بشكل أكبر، ذوي شعبية أكبر، وأكثر رجولة إذا كانوا رجالاً، أو أكثر أنوثة إذا كانوا إناثاً. هذه الفروق بين الأفراد ذوي المظهر الجميل غيرهم تنتج عما يسمى النبوءات ذاتية التحقيق، حيث أن الأفراد ذوي المظهر الجيد يتم تقديرهم بشكل أكبر وتفضيلهم على غيرهم
مما يؤدي إلى تدعيم ثقتهم بنفسهم بشكل أكبر وشعورهم برضا عن الذات، وبالتالي إلى مهارات اجتماعية أفضل وشعبية أكبر. كدليل على صحة هذه الظاهرة، عادة ما يحظى الأفراد ذوي الطول المرتفع بوظائف أفضل ورواتب أكبر، كما يكون الأطفال والبالغون الجميلون أكثر ارتياحاً وانطلاقاً ويتمتعون بمهارات اجتماعية أفضل ناتجة عن ثقتهم بنفسهم. يمكننا أن نعزي هذا الانحياز والتفضيل إلى نظرية التطور أيضاً، حيث أن الجمال في الأنثى يدل على الصحة والشباب والقدرة على الإنجاب، كما أن الرجولة والجمال الذكوري تدل على القوة والقدرة على توفير الأمان والغذاء.